هلأ مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخرى ليلى عمر. شكرا لكما، ونتابع معكم الآن آخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 22، الإسكندرية 28-20، مطروح 27-20، بورسعيد 28-21، والإسماعيلية 35-22. ننتقل لسويس 34-24، العريش 29-22، طابة 32-24، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-27. أما في الأقصر فالطقس شديد الحرارة العظمى في الأقصر 45، الصغرى 31، أسوان 45-31، الوادي الجديد 41-23، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.